مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وكامل تكونوا في صحه جيده يا رب. مرحبا بكم معايا دون جو نوفيل فيديو. اليوم يا البنات راح يكون فيديو بزاف بزاف مفيد، راح يفيد بزاف ناس. نقول لكم شوفوا الفيديو حتى الاخر، خليوا لي رايكم، خليوا لي التعليقات المشجعه سورتو فريمون. يعني كي نقرا التعليقات تاعكم نفرح ونقول اشاك فوا نزيد جو دون بلوس كو واش راني نمد هاك دوكا. دونك كيما قلت لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر ونتلاقاو توت سويت. دونك نبداو الفيديو تاع اليوم يا البنات. كيما راكم تشوفوا هنايا عندي ان باني وفيه دي غافيتايمون، فيه العسل، فيه لا مارغرين، فيه لا فارين، فيه لا طوماط كونسونطري، فيه الملح، فيه ان باكي تاع لوتي، فيه السكر. واش راني حندير بهم؟ كنت حكيت لكم لا ديرنيير فوا، يعني كنت قلت لكم هذا الرفا بلي راني حنشري عفايس شويه بزياده هكذايا على العاده، اون بلوس ماغري كو كانوا عندي في الدار راني حنزيد نشري منهم. واش راني حندير بهم؟ قلت لكم تبعوا الفيديو راكم رايحين تفهموا. دونك غيستي برونشي، شوفوا الفيديو تاعي جوسكا لا فان. اي بيان سور ما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم، تعطوني رايكم في الفكره اللي راني حنقترحها لكم. دونك الحاجه الاولى، الفكره هذه جبتها من عند واحد المتتبعه. الفكره هذه تخص شهر رمضان باذن الله يا رب، ان شاء الله لا فاقدين لا مفقودين، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه ولهنا، ان شاء الله نكونوا كامل مهنيين ونكونوا في صحه جيده. يعني الصحه هي الصح، كل واحد ان شاء الله يعطيه صحته وربي يقدر ان شاء الله يا رب. دونك تقولوا لي زربتي رمضان ومازال وهكذا 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 وهكذا، على بالي سي فغي. مي الفكره هذه اللي حنشاركها معكم يلزم لها قبل رمضان، لازم لها تبدا قبل رمضان، 4 شهور 5 شهور قبل رمضان. علاش؟ راني حفهمكم علاش. نحكي لكم دابور الحكايه تاع الطفله تاع المشتركه هذه اللي عندي، واللي حكات لي هذه الفكره وقالت لي شاركيها مع ناس باسكو قالت لي انا فادتني بزاف 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 بزاف. قالت لي الله يعيشك، شاركيها معهم واقترحيها عليهم وراح تعاونهم. دونك الحكايه تاع الطفله كيفاش؟ الطفله هذه مزوجه، عندها دراري، عندها زوج دراري وعندها بنيته صغيره ربي يحفظهم ان شاء الله. قالت لي انا الزوج تاعي في رمضان ما يخدمش، العام كامل يخدم نورمال. بون قالت لي مالغري كو عنده شهريه خفيفه في العام، قالت لي بصح الحمد لله تكفي وتوفي. قالت لي بصح كي يلحق رمضان ما عندوش كامل مدخول. قالت لي ما كاش مدخول. قالت لي انا اللي يكون عندي نخدم هكا عفايس عندها خدمه حرفه يدويه، قالت لي ندخل بها هكا مصروف تاع لا جورني، ولا قالت لي نشري به عفايس خفاف كيما الخضره يتولي ما حش تقدر تشريها وتخبيها من قبل رمضان. دونك قالت لي انا واش ندير؟ قالت لي وهاد الحاجه نديرها بوكو بلوس في وجه ولادها. قالت لي باسكو ولادي هما لي غيدوني. قالت لي باسكو انايا قالت لي قبل ما يكون عندي ولاد، قبل ما يكون عندها يعني ولادها قبل ما يكبروا ويتو، قالت لي كنت كيما كان الحال كيما يكون نجوز رمضان. قالت لي بكاس حليب وتمر نجوز رمضان تاعي نورمال. قالت لي بصح مع الدراري بداو يكبروا بداو يعرفوا بداو يحوسوا ياكلوا بيان سور ياكلوا. قالت لي دونك وليت نعتمد هذه الفكره، قالت لي بزاف بزاف هايله. الو حبيت نقول لكم برك بوغ ان ديبي، يعني سي فو بلي خذوا الفكره هذه اللي حنا نقترحها لكم من لو كوتي بوزيتيف، من الجانب الايجابي ديالها، ما تشوفوهاش من الجانب السلبي. علاش؟ باسكو الفكره هذه فريمون راح تعجبكم وراهي رايحه تفيدكم. بصح على بالي بلي تقولوا لي شهر رمضان شهر تاع الصلاه، شهر تاع العباده، ماشي شهر تاع الماكله ونعمرو كرشنا وهذا ما كان. سي فغي عندكم الحق، شهر تاع الصلاه والعباده. بصح كاين الناس اللي نهار كامل نكونوا صايمين، واحد يحب ياكل يحب يتشهى حاجه، وسورتو كيما قلت لكم اللي عندهم الدراري يتشهاو ويحبوا ياكلوا. دونك بوركوا با هذه الفكره مع قلت لكم عجبتني بزاف. دونك هاد الطفله واش دار؟ قالت لي كيما شفتو، قالت لي 4 شهور ولا كي يبقى رمضان 4 شهور 5 شهور، قالت لي كي نروح نقضي قالت لي نشري عفايس شويه بزياده. قالت لي مره وحده من مارغرين ما العسل، قالت لي شهر لي موراه نشري فارينة دقيق والزيت. قالت لي هي رايحه، قالت لي ما يجي الحق رمضان، قالت لي نسب روحي عندي قضياني اون بليس ما حسيتش. قالت لي نكون ما حسيتش كامل
ونجوز رمضاني تاعي الحمد لله، قالت لي كل الخير. دونك هاد الحاجات تقدروا ديروها كامل، كل واحد فينا يقدر يديرها. ليدي هادي انا بزاف عجبتني. وتاني حاجه واحده اخرى على بالنا بلي رمضان لي بري تاعو بزاف يطلعوا، اوليو لي شهر الرحمه شهر يكون فيه تخفيضات للناس يعاونوا الناس فيهم هما، لا لا التجار تاعنا يعني الله يهديهم، كل حاجه يزيدوا فيها، كل حاجه شغل يغتنموا الفرصه تاع كيما يقولوا الواحد لازم يشري هذيك الحاجه، يشري هذيك وماشي ماشي لازم يشري هديه، ماشي لازم هذه لازم، لا ماغارين ماشي لازم، لازم فرينه ماشي لازم، لازم ما تقولوش هذه ما ديرش هذه دير 10000 نورمال، بصح حسبوا هذه حسبوا هذه حسبوا هذه حسبوا هذا، تستقام ولا ما تستقامش؟ ايبا تستقام. دونك العفسه هديه، هذه الفكره بزاف بزاف مليحه، تعاون بزاف ناس اللي ما يلحقوش في شهر رمضان، اللي ما يقدروش يشرو واش يحبوا. دونك نقول لكم الفكره هديه راهي رايحه تساعدكم بزاف بزاف. دونك واش ديروا هكذايا ان باني ولا ما بليش انا، خذوا حاجه هكا سليله ولا اللي تحطوا فيها في كل شهر شرو حاجات. يعني هنا دوكا راهو بقاو باذن الله 3 شهور لرمضان، تقدروا تبداو تشرو من دوكا حاجات ايسونسييل اللي تحقوهم يعني في شهر رمضان، حاجات ايسونسييل باللي زعما حاجه ماشي لازمه كيما لا مايونيز ماشي اوبليجي نشريها ونخبيها، ماشي لازم، مي كاين عفايس اللي لازم والناس ما يلحقوهمش، واحد ما يشوفش غير في روحه باللي هاد الحاجه نورمال وهذه حاجه سهله وهذه. كاين ناس كاين ناس ما تلحقش، كاين ناس ما تشبعش كرشها، كاين ناس الناس صايمه على العام، يعني كل حاجه بالرزق على ربي سبحانه، كل حاجه بيد ربي سبحانه، بصح الواحد يتسبب يدير حاجه، ماشي نقعد نشوف في روحي الراجل ما يخدمش في رمضان خلاص نقعد صايمه شهر تاع رمضان كامل، تسببوا في الدنيا هذه، لازم نديروا حاجه في حياتنا. دونك هذه الفكره قلت لكم راح تساعدكم، الوغ في كل شهر من دوك هذو الشهر اللي يبقاو تبداو تشرو عفايس هكا وتخبيو وتشرو وتخبيو وتشرو وتخبيو، يلحق عليكم رمضان اكو رايحين تصيبوا كلش عندكم واجد، ما تحوسوا تشرو ما تتزيعوا، ما تقولوا ما عنديش باش نشري هذيك، دونك يبقى لكم هكا مصروف خفيف ولا تشرو به الخضره تاعكم، تشرو به اللحم اللي يقدر يشري لحم، باسكو كاين بزاف اللي ما ياكلوا لا لحم لا جات في شهر رمضان، اي كابابل هاد الفكره راح تخليهم يقدروا يشرو لحم في شهر تاع رمضان، اذا يديروا هاد الحاجه يخبيو هكذايا شهر رمضان راحين يقدروا يشرو حاجات اللي يتشهاوها، اي سورتو كيما قلت لكم الدراري صغار كي يكبروا يبداو يعرفوا يتشهاو يحبوا ياكلوا، بالك واحد كبير يقدر يتجوزها على روحو مالغري كو رمضان نتشهاو ونحبو ناكلو هاديك وهاديك، برك الواحد ما يخسرش ما يرميش ياكل قيسو قيس روحو، ما نكبروش كرشنا ما نتخلعوش من هذا ما كان، يجوز رمضان ببركتو برزقو كما شفنا لي فريجيدير تاعنا الله يبارك، غير يلحق رمضان سبحان الله يتعمرو شغل ربي سبحانه يطيح بركته، هذه هي وهذه فكره من الافكار اللي راح تساعد الناس. على بالي بلي حتى تنتقدوني وكما نقولوا انا نتقبل الانتقادات، خليوا لي رايكم في التعليقات، اعطيني يعني كما قلت لكم رايكم، قولوا لي واش رايكم في هذه الفكره اللي راني اقترحتها عليكم. الوغ كما شفتوا هذه هي لا كوربي تاعي اللي راني نوجد فيها للشهر تاع رمضان باذن الله، دونك العفايس اللي بقاو لي نكملهم الشهر الجاي والشهر اللي موراه، هكا كي يلحق رمضان يكون عندي ديجا كلش. دونك انا شاركت معكم هذه الفكره على بالي بلي راح تفيدكم، على بالي بلي راح تفيد بزاف ناس، دونك نقول لكم شاركوها مع ناس واحد اخرين، الناس اللي محتاجه الناس اللي ما تلحقش تشري في رمضان، ونقول لكم ونعاود لكم نشوفوها من لو كوتي بوزيتيف، شوفوها الله يعيشكم من الجانب الايجابي ديالها، باسكو راهي كل حاجه في بلاصتها داكوغ، كيما نخمو واش ناكلو واش نطيبو يعني كيما نقول 20% نخمو واش نطيبو واش ناكلو، و 80% رمضان شهر العباده ماشي شهر تاع الماكله، جو سوي داكوغ افيك فو. الوغ هنايا انا مش بقالي راني حنكملو ان شاء الله بشويه بشويه، وتاني حبيت نزيد نقترح عليكم فكره
اللي ما نساش فيها الناس المحتاجه. دونك تقدروا تزيدوا ديروا انفاني واحد اخر اللي تاني تحطوا فيها كعفايس اللي تقدروا عليهم واش تقدروا. نهار يلحق رمضان تاني تكون عندكم قفه زياده تاع كاش واحد اللي يكون محتاجها فريمون، تمدوها له وتصدقوها عليه وراكم رايحين تدوا الاجر ان شاء الله. يا ربي ربي يتقبل منا ان شاء الله. وهذه هي الفكرة اللي حبيت نشاركها معكم، ان شاء الله تكون عجبتكم.